السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو جديد اليوم غادي يكون عن مائدة غداء اللي غادي نقدم لكم فيها طريقة تحضير الدجاج المحمر المغربي بالدغميرة. كما كتلاحظوا معايا غنقدم لكم ايضا طريقة تحضير البطاطس المحمرة في الفرن اللي رافقتها معها الطبق ديالي، وغنقدم لكم ايضا طريقة تحضير عصير بالجزر بالليمون وب التفاح. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو وتعجبكم طريقة التحضير للتعرف على كيفية تحضير كل هذه الأطباق. ما عليكم فقط متابعة الفيديو. يلا تابعوا معي طريقة التحضير. المقادير اللي كنحتاجو، كنحتاجو دجاجة من وزن 2 كيلوغرام. الدجاجة جبتها غسلتها نقيتها مزيان، من بعد ما كنغسلوها كناخدو الملح والحامض وكنفركوها مزيان من الداخل ومن الفوق بالملح والحامض. انا بيتها ليلة كاملة وهي مفروكة بالملح والحامض، عاد الغد غسلتها مزيان باش تحيد منها الملح اللي فيها والحامض. خليت لكم هاد النص باش تشوفوا ان راه استعملت الحامض في الغسل ديالها. عندنا دابا دجاجة من وزن 2 كيلوغرام، عندنا 2 بصلات كبار مشلدين على حساب شحال بغيتو ديال الدغميرة، يمكن لكم تستعملو كتر. بالنسبة للتوابل عندنا معلقة ديال سكينجبير، معلقة ديال الابزار، القليل من الملح، الدجاجة كيكون فيها واحد النسمة ديال الملح. عندي هنا الزعفران او الكركم، عندي معلقة ديال السمن، عندي هنا معلقة ديال الثومة والقزبر والمعدنوس مقطعين. غادي نستعمل كاس من الزيت البلدية، وعندي هنا الكبدة والقلب والعنق وحامضة مصيرة. غنبداو الآن طريقة التحضير. كناخدو التوابل ديالنا كاملة. هاد الحامضة مصيرة غناخد فقط اللب الداخل ديالها، نقسموها ونزولو هاد العضومة اللي لداخل كاملين، كنزولوهم وكناخدو فقط هذاك اللب الخليني ديالها، وهذه غنحتفظ بها للتزيين. كنفرتو هاد اللب الخليني بحال ما هاد الشكل، كنقطعوه قطع صغيره وكنضيفوه لهاد التوابل اللي غنستعمل. نزولو العضومه، ضروري ما كنزولوهم، نحيدو العضومه ديالنا كاملين. هاد الحامض المصير راه كيعطي واحد النكهه لذيذه 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 بزاف. غادي نقص من الملح شويه حيت الدجاجه اصلا مالحه حيت غسلناها بالملح. غنشد هاد التوابل ديالي كامله غنجمعهم مع بعضياتهم مزيان. هاد التوابل هما اللي غادي نشرملو بهم هاد الدجاجه. غنضيف القليل من زيت البلديه او زيت الزيتون، زيت البلديه هي زيت الزيتون بالنسبة للناس اللي في الدول العربية. نجمعو هاد التوابل ديالنا هكا مزيان كما كتشوفوا معايا. الآن غادي ناخد هاد الدجاجة. كما كتلاحظوا بالنسبة للعنق فأنا حيدتو، والجناحين حتى هما كنحيدوهم، كنحيدو هاد الطرف كنخليهم على هاد الشكل كما كتلاحظوا معايا. انا كنحيدوهم. غادي نبداو الان نشرملو هاد الدجاجه ديالنا. كنشرملوها من الجناب كاملين. كما كتلاحظوا انا راني جمعت ليها رجليها وبيتها بحال ما هكا، رجليها مجموعين باش ما كتحلش لينا ملي كنطيبوها. حنا كندخلو الشرموله حتى هنا من الداخل، ندخلو هاد الشرموله لداخل ديال الدجاجه. صافي كنخليوها واحد شويه مرقده، ماشي بزاف، غير واحد ربع ساعة ولا نص ساعة نخليوها مرقدة في هاد الشرمولة ديالها. والآن غنكمل لكم الطريقة. من بعد ما رقدنا الدجاجة كناخدو طنجرة الضغط ديالنا كنوضعو فيها
زيت الزيتون، استعملت كاس من زيت الزيتون، وغنوضع فيها القليل من الزعفران او الكركم، غنوضعو فيها وغادي نوضعها فوق من النار باش يسخن، وباش هاد الكركم او الزعفران تيعطيني اللون، هو اللي كيعطينا اللون الصفر. بعد ما كيسخن الزيت ديالنا كنضيفو هاد البصل، كنضيفو البصل ديالنا، بعد ما كنضيفو البصله كنخليوها تشحر شويه كما لاحظتوا معايا، وكنضيفو الدجاجه ديالنا. كنخليوها تشحر حتى هي واحد شويه، كنبقاو نقلبوها في الجوانب كاملين حتى كتشحر من جميع الجوانب. بعد ما كتقلى شويه فحنا كنحاولوا ندوروها على هذا الجانب وعلى الظهر باش تتقلى عاوتاني، على جوانب كاملين كنبقاو ندوروها عليهم حتى كتقلى مزيان هاد الدجاجه. بعد ما كنقليوها من جميع الجوانب فحنا كناخذوا هاد الضغميره اللي بقات لينا او هاد العطريه اللي بقات لينا في الشرمل ديال الدجاجه، كنضيفوا لها الماء، كنضيفوا لها الماء كما كتلاحظوا معايا، فانا سخنت الماء تقريبا نصف لتر من الماء اللي ضفت ليها، وغادي نضيفها على هاد الدجاجه باش غادي يطيب فيها، وغادي نخليوها. ما كنسدوش الكوكوس باش ما كطاش الجلده، وكما لاحظتوا في الدجاجه كنحطوها على الصدر ديالها باش كيتحمل الحراره اكثر، وباش الجلده ما كتحيدش كنحطوها على الصدر ديالها، وكنسدو طنجره الطبخ ديالنا بدون وضع الصفاره وبدون ما نزيروها، فقط كنحطوا القفل، كنحطوا الغطاء الفوقيني ديال طنجره الطبخ، وكنخليوها كطيب. ها هي الدجاجه ديالي بعد ما طابت، فانا حيدتها من طنجره الضغط كما كتلاحظوا، فهي خدات معايا تقريبا واحد ساعه على نار متوسطه او نار مهيله، كتخليوها حتى كطيب. بعد كنضيفوا المرق، هاد الكبده اللي قطعناها صغيره هي والعنق، وكنخليوهم حتى هما كيطيبوا. كناخذوا الزبده وكنضيفوا لها القليل من الفلفل الاحمر الحلو، انا استعملت هنا الفلفل الاحمر الحلو، يمكن لكم تستعملوا الفلفل الاحمر الحار اللي كتعجبو النسمه ديال الحار. كنخلطوا الزبده مزيان، كما يمكن لكم بدل الزبده تستعملوا السمن، انا ما بغيتش تجي نكهة هاد السمن قويه في هاد الوصفه حيت استعملته في الاول، داكشي علاش ما استعملتوش دابا. كنخلطوا كندهنوا به هاد الدجاجه قبل ما ندخلوها للفران، كنحاولوا ندهنوها كامله وندهنوها حتى من الجهه اللي لتحت. بالنسبه باش غنرفقوا هاد الدجاجه ديالنا، فانا خديت بطاطا قطعتها على هاد الشكل وبخرتها، وضفت عليها الفلفل الاحمر الابزار والملح والقليل من زيت الزيتون، كنخلطوها بحال ما هكا باش كتندمج هاد البطاطس مع التوابل اللي وضعنا لها، وغنضعها هنا مرافقه لهاد الدجاج باش حتى هي كتحمر في الفرن. هي راه غنقدموا معاه في الطبق النهائي كما كتلاحظوا معايا، فغادي ندخل هاد الصينيه ديالي للفرن الان باش يتحمر الدجاج وتحمر حتى البطاطس اللي وضعنا معاه، وغنوريكم شكل باش غنقدم. بعد ما كطيب هذيك الكبده اللي ضفنا فكنضيفوا الزيتون اللي سبق وسلقته باش كنحيدوا منه الملوحه اللي كتكون فيه، كنخليه حتى كتشرب هذه المرقه وكتولي عاقده. الان غنقدم لكم عصير، في هذا العصير كنحتاجوا ليمونه كبيره، وكنحتاجو تفاح، جوج تفاحات استعملت هنا حيت عندي تفاح صغير، الا كان عندكم تفاح الكبير فتستعملوا تفاحه واحده فقط، وعندي جزره.
وعندي الماء بطبيعه الحال. كما كتلاحظوا ما عنديش سكر في هذا العصير، انا ما كنستعملش نهائيا السكر في العصير. من الافضل انكم تاخذوا السكر، تاخذوا العصير بمواد طبيعيه وما تستعملوش فيه السكر. الان غنبداو بطريقه التحضير. كنقطعوا هذه المكونات كاملين ديالنا كما كتلاحظوا معايا، كنوضعوهم في الخلاط الكهربائي. كنضيفوا له الماء، تقريبا 250 مللتر اللي استعملت تاع الماء، على حسب واش بغيتو يكون ثقيل ولا خفيف هذا الخليط. وغادي نطحنوه مزيان في الخلاط الكهربائي، كنطحنوه مزيان مزيان. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال مائده الغداء اللي حضرت لكم اليوم. عندي هنا نشرح لكم حاجه بحاجه، الخبز ديال الدار اللي كنحضروا بدقيق القمح ودقيق الفرص، وكاع النساء المغربيات راه عارفين طريقه التحضير. ان شاء الله غنحط لكم فيديو ديال طريقه تحضير الخبز. عندي هنا العصير اللي وجدت لكم، العصير ديال التفاح خيزو ليمون، كيجي لذيذ بزاف ومفيد جدا خاصه لاصحاب الريجيم، فهو مفيد جدا هذا العصير. عندي هنا البطاطس اللي وجدت في الفرن، كما كتلاحظوا فهي كتجي محمره وكتجي لذيذه بزاف. هنا المطرد وضعته في الجوانب، قدمته مع البطاطس. وهنا عندنا طبق ديال الدجاج محمر كما كتلاحظوا، فلاصوص ديالو خاطر وعاقد. وهانتم كما كتلاحظوا معايا كيف ما كيجي الشكل ديال هاد الدجاجة، زينتها بالحامض والهريسة، يمكن لكم تزينوها بأي حاجة بغيتو. هنايا قدمتها مع القليل من كورنيشو. كنتمنى تعجبكم هاد مائدة الغداء، وكنتمنى ديروا لي جيم هاد لا فيديو وتبارطاجيو لا فيديو الا عجبكم، باش نقدم لكم اطباق اخرى وموائد اخرى للغداء. كنتمنى تعجبكم الوصفات اللي كنقدم لكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي في يوتيوب، ديروا جيم لا باج وتبارطاجيو لا فيديو. شكرا على التتبع ديالكم، شكرا على الوفاء ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.